السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ترى على الشاشة، هذه خشبة، لو قلت لك هذه الخشبة تحولت إلى حية مثل هاي بالصدفة، هل ستصدقني؟ لوحدها طبعا هذا مستحيل، المنطق يقول مستحيل، المنطق يقول أن هذه معجزة، تحول العصا إلى حية، تحول العصا إلى حية معجزة. لماذا؟ لأن تحول هذه العصا إلى حية مستحيل، ففي حد فعل المستحيل، إذا المعجزة هي فعل المستحيل، صح؟ لأنه تحول هذه الخشبة إلى حية مستحيل بالصدفة. طيب جميل، الآن سنأتي إلى الكون. نفس هذا المستحيل حدث في خلق الكون، كيف ذلك؟ سنبين. الآن كما ترى هنا، هذا جزيئات الماء، هذه جزيئات الماء في حالة صلبة مرتبة ترتيبا منظما كما ترى هنا. الآن عندما تحولت إلى سائل، جزيئات الماء بدأت تأخذ بالعشوائية، عندما تحولت إلى غاز ازدادت عشوائية. إذن هنا ماذا حدث للإنثروبي اللي هو مقياس العشوائية؟ زاد بمرور الزمن إلى المستقبل، زاد الإنثروبي، هكذا يزداد الإنثروبي بتحول الثلج إلى ماء إلى غاز إلى بخار، هذا زيادة في الإنثروبي. لو عدنا بالزمن إلى الوراء، ماذا يحدث للإنثروبي؟ تقل مقياس العشوائية، يقل، فبالتالي النظام يزداد. إذن هنا النظام أعلى من النظام هنا، وهذا مفهوم الإنثروبي. الآن هذا المفهوم سيتحدث عنه أحد العلماء اللي هو سير روجر سبنزيوس، ولكن سيتحدث عنه في مفهوم الكون والسنجلاريتي. هذا هو الدكتور سير روجر سبنزيوس حسب الإنثروبي في السنجلاريتي. ماذا وجد لما حسب؟ وجد أنه هذا هو الرقم، هذا الرقم ماذا يمثل؟ هذا يمثل الرقم الإنثروبي في سنجلاريتي، يعني الرتق الأول اللي خلق منه الكون منظم تنظيما بديعا، وأنه هذا البطق يأتي لوحده هكذا مستحيل. هذا معنى الرقم. هذا الرقم معناته أنه البطق اللي فتق منه الكون اللي تحدثنا عنه في فيديو سابق، أنه يأتي هكذا بالصدفة لوحده مستحيل. الآن السؤال، من الذي فعل المستحيل؟ من الذي استطاع أن يحول العصا إلى حية وفعل المستحيل؟ بنفس المنطق، من الذي استطاع أن يخلق الكون من فتق الرتق؟ لأنه يخلق الكون من فتق الرتق مستحيل بالصدفة، بالصدفة مستحيل، كما بيّن الدكتور سير روجر سبنزيوس
وهو حاصل على جائزة نوبل في الرياضيات. فهذا هو السؤال: من الذي استطاع أن يفعل المستحيل بأن يخلق الكون من فتق الرتق؟ هذا هو السؤال. طبعا المنطق يقول لابد هناك خالق عليم جدا، قدير جدا، حكيم جدا، أزلي جدا، له القدرة على خرق قوانين الكون وفعل المستحيل. هذا هو التفسير المنطقي الوحيد، أنه في خالق سبحانه وتعالى يستطيع فعل المستحيل، نحن البشر لا نستطيع فعل المستحيل، إحنا محكومين بقوانين الفيزياء كبشر، إنسان، إنس وجن. أما الخالق لا، له القدرة على أن يحول العصا إلى حية، يستطيع فعل المستحيل، كما استطاع فعل المستحيل بخلق الكون من فتق الرتق. لأن خلق الكون من فتق الرتق بالصدفة مستحيل، حسب هذا الرقم اللي حسبه البروفيسور سير روجر سبنزيوس. طيب الآن السؤال: من الذي فعل هذا المستحيل؟ الفيديو الأول تحدثنا عنه في فتق الرتق، من الذي فعل المستحيل؟ الجواب المنطقي حسب قوانين المنطق، إذا كنا بنحتكم للمنطق وقوانين المنطق، الجواب المنطقي يقول لابد من وجود خالق عليم حكيم قدير، علمه لا نهائي الحدود، قدرته لا نهائي الحدود، حكمته لا نهائي الحدود، لا يحكم بالزمن، لا يحكم بالقوانين الفيزيائية اللي خلقها هو سبحانه وتعالى، لا يلزم بأي قانون إلا ما ألزمه هو سبحانه نفسه به. سبحان الله العظيم، هذا الرقم اللي أمامك على الشاشة هذا، إذا فهمته بتفهم أنه في خالق عليم حكيم قدير لهذا الكون، لأنه هذا الرقم يمثل الصدفة المستحيلة لوجود الرتق صدفة وفتق صدفة. هذا الرقم يقول هذا مستحيل. إذن حسب قانون الإحصاء، لأنه هذا الرقم جاء من قوانين الإحصاء، وإحنا كمتخصصين في علم الكونيات نعلم أننا يجب أن نستخدم قانون الإحصاء، ويجب أن نستخدم قانون المنطق لنفسر الظاهرة الكونية تفسيرا صحيحا. فحسب قوانين المنطق وحسب قوانين الإحصاء لابد من وجود خالق لهذا الكون، واجب الوجود ليفعل المستحيل وهو خلق الكون من فتق الرتق. لأنه خلق الكون من فتق الرتق ليس شيء سهل، هو فعل للمستحيل، كما تحولت العصا إلى حية، هو فعل المستحيل. أرجو أنه يكون هذا الرابط، يعني الفيديو له علاقة بالفيديو الأول من خلق العدم، وهذا برضو فعل المستحيل، ومن خلق الرتق هذا أيضا فعل المستحيل. من فعل هذا المستحيل؟ يعني خلق العدم إحنا علينا كبشر مستحيل، طب مين اللي فعل هذا المستحيل في بادئ الكون؟ وخلق الرتق أيضا مستحيل، من الذي فعل هذا المستحيل؟ وفتق الرتق أيضا مستحيل، من الذي فعل هذا المستحيل؟ صار عندك ثلاثة مستحيل، مستحيل مستحيل مستحيل،
من الذي استطاع أن يحقق هذه المستحيلات الثلاث ليوجد هذا الكون؟ سبحان الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وسأضع لكم رابط الفيديو تبع الدكتور سير روجر سبنزيوس وهو يتحدث عن هذا الرقم، لعله وعسى تستفيدوا من هذا الفيديو. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.